السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضعف مقارنة أسهل وأسرع الوصفات. النهاردة جبت لكم فيديو عن مشاكل البشرة مع الدكتورة مرحبا، رانيا. معكم الدكتورة رانيا بوغري، وحب اليوم أحكي عن موضوع الهالات حول العين. طبعا موضوع الهالات هو الموضوع اللي بيشغل كتير من النساء إن كانوا صغار أو كبار، لأنه مش بس بيعتمد على التقدم بالعمر. شو سبب الهالات؟ ممكن هيدي الهالات تكون هالات غامقة سوداء نحن بنسميها، لما بيكون في تصبغات بنفس الجلد، وهذا ممكن مثل ما قلت يكون عند الصغار بالعمر، بيكون عادة وراثيا جينيا. بهيدي الحالة ممكن نحن نشوف العلاجات اللي بتفتح البشرة مثل حقن، إبر، الميزوثيرابي، مواد مفتحة فيها جلوتاتيون، فيها فيتامين سي، كمان فينا نعمل تقشير خفيف لهيدي المنطقة، وطبعا واقي الشمس مشان ما تزيد معنا التصبغات مع الوقت. بس منحب نقول انه اللي عنده تصبغات من هيدي النوع ما بتروح نهائيا، لانه هيدا عامل وراثي ممكن نحن نحسنه بس ما بنقدر نشيله كومبليتلي. النوع الثاني اللي بيكون هو عباره عن تجويف تحت العين، طبعا عادي بالاناتومي تبع الوجه انه دائما في فرق بين مستوى الخدود ومستوى تحت العين ويكون في تجويف، لكن في بعض الاحيان بيكون هيدا التجويف واضح وظاهر كثير. كمان اما شكل العين هو وراثيا جينيا هيك، او مثلا الوحده فقدت وزن بكميه كبيره، دايت صار معها او عمليات التكميم او ستريس مثلا، او مع تقدم العمر اصلا الدهون الذاتيه عندنا بالوجه بتخف. هيدا التجويف بيعطي لحاله ظل، لما الضوء بينعكس على وجهنا ببين كانه في ظل غامق، وبنفس الوقت كمان الجلد تحت العين هي جلد رقيقه، ولو ما كان فيها دهون ذاتية بتبطنها من تحت للأسباب اللي قلتها قبل، فبتبين أنه كمان فيها عمق، وهذا بيعطينا تعب. مشان هيك علاجها بيكون أنه نحن نرجع نعبيها. أسهل شيء بيكون بمادة الفيلر، طبعا نحن بنستعمل فيلر هيلورونيك أسيد لأنه هو فيلر ما بيعمل كومبليكيشن، نقدر ندوبه. وهيدا الفيلر طبعا له طريقة حقن معينة، لازم ينحقن عن طريق طبيب له خبرة، لأنه منطقة العين هي منطقة حساسة. طبعا نحطه تحت العضلة، هيدا كتير مهم انه نحن نحقن الفيلر الخاص تحت العضلة ومش فوق العضلة. لما بنحقن الفيلر فوق العضلة يمكن انت بتطلع من العيادة كتير مبسوطة لانه بتشوفي الريزلت دايركتلي كتير حلوة، بس المشكلة انه الفيلر بيمتص مي، يعني بعد اسبوعين ثلاثة حتحسي انه هيدي المنطقة صار فيها انتفاخ، تجمعات ماء، وصارت شكلها مش حلو مش طبيعي. ومع الوقت حتى ممكن تشوفي انه هيدي المنطقة صار فيها مثل زراء او خضار ضارب، لانه الفيلر السطحي لما بينعكس عليه الضوء بيعطي هيك لون ازرق مش حلو، نحن هيدا بنسميه تندل افكت. مشان هيك لازم الفيلر ينحقن بكميه مدروسه تحت العضله. لما انت بتطلع من العياده ما بتكوني بعد مبسوطه وحاسه واو راحوا التجاويف الموجوده عندي، هيدا ببين انه انحقن مزبوط، لانه الفيلر الهيلورونيك اسيد بيمتص مي. سو بعد اسبوعين بعد ما هو يتوزع بطريقه حلوه وبعد ما هو يمتص المي بيكبر حجمه وبيعطينا الشكل النهائي الحلو. وانا دائما بقول لهم البيشنت تاعه بعد اسبوعين على اساس تشوفكم، وساعتها بنقرر اذا انتم بتحتاجوا اكثر او بتحتاجوا اقل. مشان هيك الاستشاره الشخصيه هي اهم شيء مشان نحن نحدد الحاله بالضبط، لانه مش الهالات السود مش عند كل الاشخاص نفس الشيء، وكل كل نوع له طريقه معينه بالعلاج. شوفكم ان شاء الله لاي موضوع استشاري. هيدول الاثنين توميتوز بيعطونا نقدر عن طريقه نشرح النضارة بشكل كتير حلو. هيدي هي البشرة النضرة اللي نحنا بدنا نتوصل لها. إذا بتشوفوا شكلها أول شيء مالسة ناعمة كتير وحلوة، شوفوا كيف مالسة. تاني شيء هيك واقفة ومشدودة، صحيح؟ أوكي. وتالت شيء فيها كمان ما فيها تجاعيد، ما فيها نتوءات، ولمعتها واصلة لعندكم. شوفوا كيف الضوء منعكس عليها بطريقة عطينا لمعة كتير حلوة. بقى نحنا منقول انه هيدي البندورة او هيدي الطماطم هي فيها نضارة. نحنا هيك بدنا نحب نتوصل طبعا اذا منقدر انه نحنا نعمل هيدا الشيء. اوكي، هلأ هيدي القطعة الثانية اللي انا خليتها برا البراد وحطيت لها شوية حرارة، شوفوا كيف صارت. حقرب لكم اياها على الكاميرا، صار فيها تجاعيد، شوفوا كيف الجلد مكرمشة على بعضها. اوكي، شوفوا نفس الشيء فيها نتوءات، وبعدين مش مشدودة، يعني هيدي البندورة ما فيها نضارة. ليش؟ لأنه هي كبرت بالعمر.
صار فيها شيخوخة عن هيدي. بقى هيدا اللي بصير نحن عنا بالجلد لما نحكي عن موضوع فقدان النضارة، إنه المواد المهمة بجلدتنا وبشرتنا اللي هي مسؤولة، يعني الهيلورونيك أسيد، مادة الهيلورونيك أسيد هي مادة موجودة عنا بالبشرة. هيدي المادة هي بتعطينا ترطيب للبشرة وبتعطينا نضارة بنفس الوقت. هيدي المادة لما نحن منكون صغار أو منهتم ببشرتنا، إن كان نحن منهتم فيها بالبيت حتى أو بالعيادات، هي بتعطينا نضارة حلوة. مع الوقت لما هيدي المادة بتخف بوجهنا، بتقوم بتبلش النضارة هيدي تروح، ببين علينا التعب، بتبين البشرة إنه هي ما فيها رونق. مزبوط. في حملة أسئلة وأجوبة بقى، يلا هلا عندكم فرصة انكم تجاوب وتسألوني شو ما بدكم، بس بدي اشوف الاسئلة انا اقريها شوي. مساء الخير. اوكي، في اخت سألتك عن الجلد، هيدا قلناه. شو علاج الهالات السوداء؟ طبعا الهالات السوداء حول العين لها عدة اسباب. اول شيء نحن بدنا نشوف شو سبب الهالات السوداء الظاهرة عندك. لو انت عادة هي بتكون كومبينيشن من كذا شيء. اول شيء منطقة تحت العين اللي نحن بنقول عنها تير تراف اريا ما بيكون فيها دهون مثل باقي الوجه، يعني بتلاقي دايما فيها العضلة وفوقها دغري الجلد، ما فيها دهون، مشان هيك بتلاقي العروق فيها مبينة اكتر والجلد نفسها بتكون رقيقة اكتر. وطبعا ممكن انه نفس الجلد يكون فيها تصبغات. لو نحن شفنا انه الهالات السوداء ناتجة لانه ما في دعم للجلد من تحت وما في دهون ابدا وفيها حفرة، نحن بنقدر نحقنها بالفيلرز. فيلر الهيلورونيك اسيد طبعا له طريقة معينة بالحقن تحت العين، لانه منطقة تحت العين نحن بنقول عنها انه هي منطقة هاي ريسك اريا، لازم الطبيب يكون عنده خبرة بحقنها، انه نحن نحقنها تحت العضلة مشان ما تعطينا انتفاخ وبنفس الوقت ما تسبب شيء اسمه تندل افكت، انه بتحسي الفيلر مباشرة تحت الجلدة وبيعطيكي لون ازرق لما بيضرب عليه الضوء. بقى اول شيء بنعمل انه يحقن بمادة الهيلورونيك اسيد الفيلر. وتاني شيء ممكن نحن لو حسينا انه نفس الجلد فيها تصبغات، انه نحن طبعا نعالج التصبغات عن طريق كريمات معينة، بعض المواد اللي هي بتزيل التصبغات الموجودة وبتحسنها. اوكي. الالترا سونيك بعتقد هو نوع من انواع الهايفو، كمان الالترا ساوند يمكن انت قصدك، مثل الهايفو طبعا بشد الجلد. خليني اشوف بعض الاسئلة. دكتورة عندي سؤال عن السيلولايت الخفيف إذا ممكن. دكتورة هل انتفاخ تحت العين يخف إذا حقنا فيلر بالخدود؟ لا، انتفاخ تحت العين لازم مثل ما هلأ قلت ننتبه منه، لأنه عادة اللي عنده انتفاخ قوي تحت العين أول شيء ما يصح نحقن له فيلر تحت العين. يعني ممكن نحن لو كان الانتفاخ سببه أنه منطقة الخد الواصلة بين تحت العين والخد فيها مثلا ضمور للدهون، لو حقنا ورفعنا الخد ممكن نحن نعمل مثل خدعة بصرية على أساس أنه منطقة تحت العين موصولة مع الخد تكون وما يكون كتير مبين فيها الانتفاخ. بس اللي عنده انتفاخ تحت العين لازم ننتبه كتير من طريقة حقن الفيلر، مشان ممكن الفيلر الهيلورونيك أسيد بيمتص مي زيادة ممكن يزود الانتفاخ، بقى له طريقة معينة بالحقن. وش علاج الشعيرات الدموية بالوجه؟ طبعا الشعيرات الدموية ممكن يكون إلى عدة أسباب. ممكن تكون هي ممارسات خاطئة من المريض نفسه. للأسف في بعض البيشنتس بيحطوا كريم كورتيزون على وجههم، أو الخلطة الثلاثية اللي فيها كورتيزون بيخلطوها هني بالبيت. ممكن انه مثلا او صاحبتها قالت لها حطي فوسيكورت على وجهك دائما، او انه هي بتحط كريم كورتيزون لانه عندها حب شباب. كان كريم الكورتيزون بيزود الشعيرات الدمويه. ثاني شيء كمان التعرض لاشعه الشمس بدون واقي كمان بتزود الشعيرات الدمويه. وفي طبعا عامل وراثي مثل عنده ورديه، مرض الورديه بيزيد الشعيرات الدمويه بالوجه. مع الوقت لما الشعيرات الدمويه بتزيد بالوجه هيدا بيخلي المسامات كمان تكبر، وبصير حتى الوجه فيه مسامات وفيه حبوب اللي هو عبارة عن مرض الوردية. طبعا أول شيء مهم الوقاية من الشمس عن طريق كريم في الـ SPF 50. تاني شيء ممكن في بعض العلاجات مثلا في بعض الكريمات الجديدة اللي نزلت اللي هي ممكن انها تقلص الشعيرات الدموية، بس نتيجتها ما بتكون لفترة طويلة. يعني اذا عندك مناسبة فيك تستعملي هيدا الكريم.
بس بالآخر مثلا في تريتمنت بالآي بي ال هو عبارة عن علاج ضوئي معين بيهدف إلى إنه الشعيرات الدموية تسكر مع الوقت وبيحسن كمان الوردية. بالنسبة إلي هيدا أفضل علاج للشعيرات الدموية بالوجه اللي هو الآي بي ال Intense Pulse Light، هو عبارة عن ضوء معين وهيدا بدك تعمليه مرة بالشهر على الأقل، بدك 3-4 جلسات طبعا حسب كبر الشعيرات الدموية. في هيدا الشعيرات الدموية الحمراء، في شعيرات دموية بتكون بتحسي الوجه في شعيرات دموية كبيرة أو سميكة أو زرقاء، ساعتها هيدا بده نوع من أنواع الليزر اللي هي كمان تهدف إلى الشعيرات الدموية الكبيرة والزرقاء. نشوف إذا بعد في أسئلة. أوبس، بعد في أسئلة. أقدر أسوي راديو فريكونسي وأنا حاطة بوتوكس وفيلر بوجهي ورقبتي ولا لا؟ هلأ بصراحة مبدئيا فيك تعملي راديو فريكونسي إذا أنت حاطة فيلر، يعني ما بيصير لك أي مضار، بس بفضل أنه ما تعملي إذا أنت حاقنة هلأ بوتوكس وفيلر جديد وعملتي راديو فريكونسي مباشرة. بالآخر النتيجة ما حتضل معك فترة طويلة، يعني البوتوكس مع الحرارة حيفك أسرع. هيدا الشيء بدك أنت تكوني عرفتي انه بدل ما يقعد معك يمكن 5 شهور، يمكن البوتوكس اذا بدك تعملي راديو فريكونسي يقعد معك 2-3 شهور، بقى بدك تعيديه قبل. ونفس الشيء بالنسبه للفيلر، لانه الراديو فريكونسي مثل ما قلنا هو تريتمنت حراره بدخل عميق، بقى ممكن انه انت كمان الفيلر اللي حاطتيه انه هو يروح ويدوب قبل وقته. بقى على الاكيد ما تسوي راديو فريكونسي بعد ما تحقني فيلر، لازم تستني اسبوعين، هيدا على الاكيد. اذا فيك تستني اكثر بيكون حتى افضل. الافضل انه انت تعملي علاج الليزر الهايفو الراديو فريكونسي قبل وبعدين تحقني البوتوكس او الفيلر علشان يضل معك فتره اطول. في بعد شي سؤال؟ خليني نشوف. اي علاج ضمور منطقه الصدغ؟ ايوه دكتوره ايمان عم تسالني، اهلا وسهلا فيكي دكتوره. بعتقد انا وانت صح كتبنا اليوم، هلا عرفت من انت صحيح، ان شاء الله بتشرفينا بالعياده. منطقه الصدغ هي منطقه التمبلز بالانجليزي، وهيدي المنطقه ممكن هي تكون وراثيا شكل الوجه في ضمور هون، وممكن نحن اما عن فقدان الوزن أو مع الوقت مع معالم الكبر نحن بنسميه سكيليتيشن، لما الوجه مع الوقت بتلاقي الدهون الذاتية الموجودة فيه إنها بتقل. بقى هيدي المنطقة لما بتصير تضمر وبتصير داخل لجوا، اللي بيصير إنه الحاجب ببين نازل لتحت، وحتى منطقة العين بتحسيها صغرت وبتعطي شكل للوجه كأنه الوجه تعبان. بقى يفضل حقن منطقة الصدغ بفيلر هيلورونيك أسيد. طبعا منطقة الصدغ هي كمان منقول عنها هاي ريسك أريا، لأنه هيدي المنطقة يعني فيها عروق مهمة بالوجه، أوردة وشرايين موصولة بالعين، بقى إلى تكنيك معين بالحقن، إنه لازم تحقن على العظم مباشرة، ولا تكنيك معين، وحقنا فقط يتم عن طريق فيلر هيلورونيك أسيد اللي بيتم تدويبه. بقى هيدي بتعطيكي امتلاء حلو، وبنفس الوقت بتفتح العين، ونفس منطقة الصدغ بتشدلك كمان الخد، بقى بتصيري بتحسي بدل ما انه الخد مثلا مسحوب او كبير او في كونتور، وفي فرق بين منطقة الصدغ والخد، بتحسي كل المنطقة هي مشدودة مع بعضها، بقى بتعطيكي صغر، بتعطيكي فتحة للعين وكبر للعين، وبترفع الحواجب، نتيجتها كتير كتير حلوة. وعادة لانه هيدي المنطقة بنحقنها ديب على العظم، الفيلر بيضل فيها لفترة طويلة، يعني سنة ونص حتى ترجع تحقنيها مرة تانية. هيدي أنا البلان الجديد لإلي، بس إن شاء الله هلأ تفتح العيادة. أنا كمان حاسة إنه منطقة الصدغ عندي صار فيها شوية ضمور ولازم أحقن. أنا لهلأ ولا مرة حقنتها، بس كل اللي عملت لهم فيلر بالتمبل أريا نتيجتها كانت كتير حلوة وكانوا كتير مبسوطة منها، تغيير بسيط بس ببين. خلينا نشوف بعض الأسئلة. أنا عمري 20 وعندي جلد الدجاج برقبتي، شنو تنصحي على حسب عمري؟ هلا انت عمرك 20، مثل ما قلت انا مفهوم جلد الدجاج يمكن تبعتي لي صور افضل مشان انا اشوف انت شو قصدك. هل قصدك انه عندك كرمشه بالرقبه ولا عندك البلاتيزم البانز هون هي ظاهره؟ حسب، مشان هيك في بعض الامور انه لازم نحن نعمل فيها استشاره مشان انا اشوف. طبعا في علاجات مثل ما قلت الراديوس، مثل ما قلنا الهيلورونيك اسيد فيلر، مثل البروفايل اللي بيشده، لانه انت بعدك صغيره بالعمر او يمكن انك تكوني فقدتي وزن زائد، مشان هيك لازم تبعتي لي الصور او تجيني استشاره مشان اقول لك شو الحل الافضل لك. مساء الخير سهير كمان.
النمش بالوجه. أوكي. النمش طبعا هو منحطه تحت مسمى التصبغات بالوجه. التصبغات بالوجه بتنتج طبعا إلى كتير عوامل، إذا بدنا نحكي عن موضوع التصبغات هو موضوع كبير، كتير عوامل بتسبب التصبغات بالوجه. ممكن أول شيء والعادة التعرض لأشعة الشمس لأوقات كتيرة بدون الوقاية اللازمة، أو حتى مع الوقاية لو كتير نتعرض بفترة الظهر لأشعة الشمس ممكن بصير عنا نمش أو بصير عنا تصبغات. ممكن طبعا تغيرات هرمونية بالجسم في فترة الحمل، أو إذا وحدة بتاخد حبوب منع الحمل أو تغيير هرمونات كمان بتأدي إلى التصبغات بالوجه، وإلى ممكن كم أو نحن بنسميه بفترة الحمل الكلف، هو مثل القناع اللي بيجي بمناطق معينة على طرف الخد وبيكون في البيجمنتيشن القوية. موضوع التصبغات يمكن من أكثر المواضيع اللي بنسأل فيها، وكتير ناس لأنه نحن هون طبعا عايشين بجزيرة بالبحرين الشمس فيها قوية، وكتير من الناس بيعانوا منها. وكمان تكون صريحة معكم، علاج التصبغات مش علاج سهل، مش مثل مثلا تعمليه مرة واحدة وخلص. اللي عنده تصبغات بوجهه لازم يداوم على العلاج شو ما كان العلاج. لو نحن قررنا نعمل ليزر فراكشن ليزر، أو لو نحن قررنا نعمل تقشير حتى، أو شو ما قررنا، نفس العلاج ما بيكفي. دايما في متابعة يومية أنت بتعمليها بالبيت بتخلي إنه هيدي التصبغات كمان ما ترجع تتكون. نحن بشرتنا عادة هون هي بشرة غامقة، أي جرح حتى مثلا علاج الليزر لما الجلد بيرجع بيلتئم بعد الليزر، نحن صحيح بالليزر بنشيل التصبغات، بس ممكن لما الجرح اللي يرجع يلتئم بعد الليزر انه يلتئم بتصبغات جديده. مشان هيك كمان بعد علاج الليزر اللي بينعمل مره بالشهر لازم انتم تستعملوا كريمات خاصه بالبيت. هيدي الكريمات بتمنع انه خلايا الصبغيه اللي هي الميلانوسايتس انها ترجع تبني ماده الميلانين بطريقه قويه، او طريقه بتخلي التصبغات ترجع تنبني من جديد واقوى من ما كانت قبل. بصراحه بهالموضوع انا حاب اقول انه في برودكت جديد، برودكت اسباني اسمه ميلاين. هذا البرودكت برودكت من أجد أنواع البرودكت لعلاج التصبغات. طبعاً هيدا البرودكت فيه مواد مثل طبعاً مادة الفيتامين سي الأسكوربيك أسيد الأربوتين، في كمان مادة جديدة هلأ كتير مميزة لعلاج التصبغات كمان لفترة طويلة اللي هي ترانكزاميك أسيد. في هيدا الخلطة، هيدا البرودكت هو البرودكت الأسباني الميلاين هلأ موجود عنا بالعيادة. أنا بعد ما نزلت عنه أي إعلان ولا شرحت عنه كتير، بس هلأ حأبتدي أشرح عنه خاصة للي بيحبوا يعملوا علاج بالبيت. نفس العلاج اللي نحن بنعرفه هو التقشير البارد، لأنه بينعمل بالوجه طبعاً أول شيء بيعطينا شوية حرقان، بس بعدين بتحسوا أنه يعني كأنه قناع بارد على وجهكم وبزيل التصبغات. وهيدا بيجي مع يا أما في علاج نحن بنعمله بالعيادة، هيدا لازم ينعمل بالعيادة وأنتوا بتداوموا عليه بالبيت، أو في علاج هلأ للتصبغات كريمات أنتوا بتستعملوها بالبيت يومياً بالليل قبل ما بتناموا، فيها خلطة للتفتيح بتنحط بتقشر الوجه بطريقة خفيفة كتير، بس طبعا لازم تداوموا عليها لمدة 6 أسابيع. وفيها مع المرطب الخاص لها بالصباح اللي فيه فيتامينز اللي فيه هيلورونيك أسيد مشان يعطيكم نضارة، وبتحسوا تدريجيا كيف جلدتكم اللي فيها تصبغات بتروح منها التصبغات بتزيل مع الوقت بطريقة فعالة على أساس إنه ما ترجع. بقى هيدا البرودكت الميلاين حنزل أنا هلأ اسمه، حنزل بعض الصور مشان تشوفوا البيفور ان آفتر، وحيكون إن شاء الله متوفر كمان عنا بالعيادة للكل بيحب يسأل عن موضوع النمش التصبغات بزيلة. خلينا نشوف إذا في بعض الأسئلة. مفعول الهايفو قلنا سنة ونص. أوكي، شو سبب اللي يخلي جلد أوكي إذا الذقن قصير والوجه مدور، ما أجمل إجراء لإعطاء تناسق الوجه؟ هيدي موضوع هو سهل كتير. إذا عن جد ذقنك قصير وحابة إنه المقاييس الجمالية تكون بالوجه مزبوطة، أسهل شيء بينعمل إنه حقن الفيلر بمنطقة الذقن. نحن مثل ما قلنا إنه دائما لما نشوف المقاييس الجمالية بالوجه الجزء العلوي هيدا بنقسمه لثلاث أتلات،
هون بده يكون قد هون بده يكون قد هون. إذا حسينا إنه الوجه مبين كتير مدور والدقن فيه صغيرة بنقدر عن طريق فيلر الهيلورونيك أسيد إنه نحنا نحقن منطقة الدقن على أساس نعطيها شوية تطويل والبروجكشن لقدام مشان يصير فيه تناسق. وكمان هون الفيلر بيضل لفترة سنة أو سنة وشوي لأنه هيدي المنطقة ما فيها كتير حركة والفيلر يتم حقنه بطريقة عميقة بهيدي المنطقة. أوكي؟ العيادة مش مفتوحة هلأ حاليا، فقط مفتوحة لإجراء ليزر إزالة الشعر، بس إن شاء الله بنتأمل إنه يعني إن شاء الله كل عيد وأنتم بخير، ونتأمل إنه بعد العيد إن شاء الله نقدر نفتح العيادة لما طبعا وزارة الصحة ونهرة بتسمح بها الموضوع والوضع صحيا يكون مستتب هون عنا بالبحرين. نشوف بعد في أسئلة. شو الفرق بين الأولثيرابي والهايفو؟ الالترابي او الالترا فورمال او الهايفو هي كلهم علاج الترا ساوند لشد الوجه والعضلات، كلهم هاي انتنس فوكس الترا ساوند. موجات الالترا ساوند اللي لما الوحده بتكون حامل نقدر نحن نكشف عن الجنين بالبطن عن طريق موجات الالترا ساوند. بقى مشان هيك اول شيء هيدا الشيء بيطمننا انه علاج الهايفو هو علاج غير ضار، لانه نحن بنقدر نستعمله للمراه الحامل ونكشف فيه على الجنين، بس تم تطويره بطريقه معينه انه هيدي الاشعه تبع الالترا ساوند ان بمنطقه الوجه تلتقي على العضلات الداخلية وبتعملنا شيء اسمه heat zones على أساس إنه نحنا نحفز الكولاجين ونشد، غير طبعا طريقة شغله حتى نحنا نكشف على الجنين. بقى هني بالآخر شركات مختلفة لنفس العلاج، أوكي؟ يعني كله بيعطيكي نفس الطريقة. بحب أقول إنه صحيح الجهاز بيفرق، بس كمان طريقة عمل الهايفو بتفرق من شخص لشخص ومن عيادة لعيادة، لأنه الهايفو الجهاز لحاله ما بيعمل لك الشغل، إنما بتفرق كيف نحنا بنمسك جهاز الهايفو وكم عدد الشطس اللي بنعملها. يعني نحنا عنا مثلا منطقة الوجه إلى تكنيك معين كيف منشد فيه الوجه وبنعمل الكونتور للوجه. بقى هون خبرة الدكتور أو الأسيستنت اللي بتعمل العلاج، ونحنا ما نبخل على المريض بعدد الشطس، لأنه ممكن إنه أنا أعمل لك نص جلسة هايفو وتاخدي نص نتيجة بس يمكن أنت بالآخر ما حتعرفي، ويمكن هيدا اللي بيخلي كمان الفرق بالأسعار من عيادة لعيادة. خلينا نشوف بعد في شيء أسئلة. استخدمت ريتينول سيروم صار وجهي أحمر، أوقفه ولا متى؟ أوكي، إذا استعملت ريتينول، طبعا الريتينول هو علاج حلو محفز للكولاجين، بسكر المسامات، بيعالج التصبغات كمان. ممكن أول فترة لما تستعمليه إنه يعمل لك احمرار وشوية حساسية بالوجه، وقفي لكذا يوم. يعني أنا بفضل إنه باستعمال الريتينول تدريجيا، يعني اللي أول مرة بتستعمل الريتينول ممكن أنت تستعمليه بس مرتين بالأسبوع، بعدين تزيدي 3 مرات بالأسبوع، بعدين تعملي يوم ايه يوم لا. اول فترة بيحمر الوجه بس بعدين وجهك بيتعود عليه، بصير فيك تستعمليه كل يوم ليلا. هيدا المهم انه بالليل بس تستعمليه، وفيك تستعمليه كل يوم لمدة مثلا 4 لـ6 أسابيع. طبعا بالصباح بدك تغسلي وجهك منيح، هيدا مهم، وبدك تحطي كمان واقي شمس كمان، هيدا مهم مشان ما يصير عنا تفاعل مع الشمس وبعدين يصير عندك بيجمنتيشن او شيء تاني لا سمح الله. اوكي، ومتى اقدر اعمل هايفو بعدها؟ هو ما في تضارب بين علاج الهايفو وبين الريتينول، بس لو جلدك لسه حساسة وفيها احمرار طبعا بتكون ناشفة، ما بفضل انك تعملي بهيدي الفترة علاج الهايفو، بس انطري لما جلدك تصير منيحة وتلتئم فيك تعملي هايفو باي وقت. اوكي، خلينا نشوف بعد في اسئلة. ويلكم دكتور إيمان، إن شاء الله أكون جاوبتك مثل ما أنت حابة تعرفي. في حدا عم بيسألني عن موضوع رفع الحواجب، طبعا مثل ما قلنا الهنوف عم تسألني لعمر 21 فينا نسوي حواجب؟ طبعا موضوع الخيوط وسحبة الخيط الحواجب بالخيوط اللي هي عبارة عن، إذا قصدك عم تسألي عن موضوع الكات آي ولا الفوكس آيز، هيدا ما له عمر، فينا نحن لأي عمر إن نستعمل الخيوط ونرفع فيها طرف الحاجب على أساس يعطينا هيدا الشكل. وإذا أنا شفت إنه المريضة اللي إجت بدها كمان منطقة الصدغ فيها فاضي وما فيها فيلر، ساعتها نحن ممكن مشان تكون النتيجة أحلى تبع الحواجب إنه نعمل كومبينيشن، نحقن منطقة الصدغ ونفس الوقت نرفع الحاجب علشان يعطينا نتيجة بتضلها لفترة أطول. بقى هيدا الموضوع ما خصه بالعمر،
ينعمل لكل بيشنت فوق 18 سنة فينا نعمل لها هيدا التريتمنت. اوكي خلينا نشوف تاني. في حدا رجع سألني عن الشرايين، انا هلأ حكيت اوريدي عن موضوع الشرايين، هحاول انه اعمل سيف للفيديو فيكم ترجعوا تشوفوه وترجع تسمعي عن شو حكينا موضوع الشرايين. كمان موضوع الورم تحت العين حكينا عنه، موضوع الكلف والنمش كمان حكيت عنه. نصحت هلأ بمنتج جديد حينزل عنا بالعيادة، منتج أسباني اسمه مي لاين، جدا فعال، بيشتغل بطريقة حديثة مثل ما قلنا انه يزيل التصبغات، يزيل الكلف ويزيل النمش كمان، وما يخليها ترجع بطريقة مثل قبل، لأنه هيدي هي المشكلة أنه عادة التصبغات بتروح بس بترجع بسرعة لأنه موضوع الهوم كير ما بيكون مركز عليه. بقى إن شاء الله انتظروا البوست، ولا ممكن أعمل حلقة خاصة بموضوع التصبغات كمان. خلينا نشوف كمان من فيه اليد المسمرة. أوكي اليد مثل الوجه بتتعرض عادة لأشعة الشمس، ونحن عادة يعني قليل منا بعتقد اللي هو بيحافظ على اليدين إنه يحط لها واقي شمس. المرأة اللي بتسوق طبعا عن طريق السواقة الشمس بتضرب من خلال زاز السيارة على الإيدين وهيدا بيسبب لها اسمرار. طبعا مشان هيك مهم أول شيء إنه نحن نستعمل واقي شمس للإيدين 50+، هيدا مهم يوميا نستعمله الصبح. تاني شيء شو ممكن يسبب الاسمرار كمان نشاف اليد، اذا الوحده تشتغل بايدها ان كان بالبيت او مثلا برا شغله يعني شو ما هي وظيفتها وايدك بتغسليها كتير، او موضوع الوضوء كمان اليد لما بتنشف كتير كمان ممكن يصير فيها نشاف، ممكن يصير فيها شوية تشققات، وهيدي الالتهابات البسيطة بتعمل كمان سمار. بقى مشان هيك في لازم تحافظي على ترطيب اليدين، هيدا مهم، واقي الشمس كمان كتير مهم. وممكن إذا حسيتي هالموضوع عملتين وما كفوكي فينا نحنا نحقن لها مثلا السكين بوستر، هي عبارة عن مادة الهيلورونيك أسيد اللي بتنحقن بالإيدين اللي بتعطيها نضارة بنفس الوقت مع الكريمات اللي بتستعمليها. مثلا في كريم من بيوديرما كتير منيح بنفس الوقت ببيض اليدين وموجود بأي صيدلية وسعره معقول كتير، وفي واقي شمس، هيدا الكريم بنصح فيه لليدين إذا أنت هلأ حابة تستعملي شيء تكنت فتحت العيادة. بس الترتيب والوقاية من الشمس أهم شيء. أوكي إن شاء الله حبيبتي بشوفك كمان مثل ما قلنا بالرياض على خير. بس أنا عم شوف إذا لسه، طبعا الحلقة نحنا طولنا صرنا تقريبا هلأ عم نحكي أكتر من ساعة ونص. الكريمات هلأ قلت عن الكريم البيودير ما حنزله عندي على الحساب، إذا بتحبه موجود بالصيدليات بالنسبة للي حابب يحكي عن نضارة اليد وتبييضها. خلينا نشوف بعد في شي سؤال. ديفرين جل البشرة مع مرطب. أوكي ديفرين هو لنفس الفاملي تبع الريتينول مثل الأكريتين، بيسكر المسامات وبيشد البشرة وبيزيل التصبغات، فيك تستعمليه كل يوم بالليل. إذا عندك حساسية لما تستعمليه وشوية إحمرار بتوقفي يوم وترجع بتداومي عليه اليوم اللي بعده. الديفرين كريم منيح، الأكريتين كريم منيح، كل هالكريمات بتشد البشرة بتسكر المسامات. اللي عنده كمان حبوب بتمنع كمان انه الحبوب تنبني، وبنفس الوقت كمان بتفتح البشرة وبيعمل انتي ايجينج يعني بيحفز الكولاجين بيعمل ريجوفينيشن. اوكي بعد في اسئلة. الجفن المبطن غير الجراحة. بصراحة الجفن المبطن عادة اذا كان عن جد كتير واضح، لأنه طبعاً له درجات معينة، ممكن أحياناً الجفن المبطن يكون كتير نازل ومبطن لدرجة أنه حتى الواحد ببطل يقدر يشوف مظبوط، يعني هو بيضغط على طرف العين من برا، خاصة مع الكبر مع العمر مع الوقت بترهل أكتر. بقى بهيدي الحالة بيكون إذا هيك قوي بده جراحة. إذا أنت عندك الجفن المبطن خفيف ومش كتير يعني مضايقك هلأ، نحن بنطلع على الوجه ككل. إذا ما بدنا نعمل جراحة لما نحن مثلا مثل ما قلت في كذا شيء بينعمل، ممكن نحن نشوف إذا منطقة الصدغ مثلا فاضية وما فيها فيلر وفيها ضمور نحقنها بالفيلر، هيدا شوي بيرفع لنا الحاجب لبرا لفوق. تاني شيء ممكن نحن العضل اللي هي بتشد
كمان طرف العين ممكن نحقن له بوتوكس على أساس يفتح شوي. والحل الثالث إنه نحنا لما بعض الأحيان لما البوزيشن تبع الحاجب بيكون كمان شوي واطي ومنشده بالخيوط لفوق كمان بيحصلنا شوي موضوع الجفن المبطن. بس كل هالحلول اللي قلت لك إياها هي حلول مش دائمة، بدك تعيديها تقريبا مرة بالسنة أو كل سنة ونص. إذا بدك حل دائم بقى بهالموضوع بدك موضوع الجراحة اللي هي البليفروبلاستي، بتنقص فيها الجلد الزايدة وساعتها بتخلصي من هاي المشكلة نهائية. أوكي، الهالات السوداء اوريدي حكيت عنه هالموضوع، فيك إن شاء الله بتدخلي على اللايف وبضل 24 ساعة بتدخلي ومنجاوب عنه. أوكي، بعتقد هلأ تقريبا خلصنا الأسئلة. حكينا عن موضوع الجفون العيون. صاحب الوردية ممكن يستخدم الأكريتين، فيك تستخدم الأكريتين للوردية بالليل كمان، صحيح بيعطيكي احمرار دغري يعني بتحسي وجهك احمر، بس هو بيساعد مع الوقت على انه الوردية عندك تخف. لازم يكون عندك صبر، والوردية كتير مهم انك طبعا تستعملي واقي للشمس لانه الشمس هي عدوة الوردية. طبعا في بعض الامور بالاكل، البهارات الزايدة، شرب القهوة او الشاي، المنبهات، هيدي كلها، الحرارة الزايدة طبعا، حمامات الشمس، اكثر بدك كريم مرطب بالوردية كمان يكون مش تقيل مشان ما يفتح المسامات اكثر. في كريمات خاصة بالوردية كترطيب، مثلا في من الانتي روج من شركة افان موجود بالصيدليات حتى. وفي اذا بدك علاج فعال هو نقدر نسكر المسامات او العروق عن طريق جهاز الليزر او الاي بي ال. تفتح إبر الميزوثيرابي؟ لا، إبر الميزوثيرابي طبعا، ميزوثيرابي هي كلمة شاملة حسب هيدي الإبر شو فيها. في مواد مبيضة موجودة بهيدي الإبر، مثل ما قلت مادة هلأ الجديدة اللي بتفتح وحلوة هي الترانيكساميك أسيد، ما مادة الجلوتاتيون، هيدول مواد والفيتامين سي، إذا هني موجودين بخلطة الميزوثيرابي أكيد بيفتحوا موضوع الهالات، لو كان الهالات ناتجة عن تصبغات بالجلد بس. لو إنه الهالات ناتجة كمان لأنه عندك ضمور بمنطقة تحت العين، بقى بيكون بدك مع الميزوثيرابي أو الكريمات كمان حقن فيلر لهيدي المنطقة، علشان كله مع بعضه الكومبينيشن بيعطيك شكل أحلى وبيروح منك التعب والهالات السوداء. Can you recommend face mask and serums from our patient with you? Of course, هلأ هون في سؤال. Of course, we have now for the, if you mean for the home use, I did some sessions for home use recommendations of some treatments with serums or masks. This depends, Bushra or is asking. This depends on your skin type. We have first to see, or you have to tell me what is your skin type, because the treatment is different if we are targeting a dry skin or if we are targeting let's say oily skin or mixed skin. So, and it depends also on your age. Do you need only hydration, or do you need like an anti-aging treatment, or do you have any problems in your skin? If you have acne, if you have rosacea, so if you have wrinkles. So depending on what is the problem of your skin and your skin type, we can recommend you the right treatment for your face. Maybe you can send me a direct message on the Instagram with your picture, with your age, the information. And we have, I recommend a lot now for being at home to use the Derma Roller, because with the Derma Roller I can go a little bit deeper in the skin, and all the serums you apply to your face, they will even go deeper and give you a better result. Let's say vitamin C is very good for stimulation of collagen. You can use it in the night. It's really good. Hyaluronic acid serums are also good for hydration and also to give you a rejuvenation of the skin. These you can use every day, morning and evening. And you can use the Derma Roller once a week. And for more intensive treatments after the Derma Roller, you can even apply a vitamin C mask. You can apply, there are like masks with peptides like the Botox results, or the depends on the problems you have, there are good treatments you can use. عندي أثار حبوب، شنو الحل؟
أثار حبوب طبعا موضوع كمان كبير حله مش من مرة واحدة. أهم شيء بهالموضوع أنه نحن أول شيء نعالج الحبوب بعدين نعالج الأثار، يعني ما يصير أنا أبتدي بعلاج أثار حب الشباب وبعدين يعني يكون عندي حب لسه أكتف عم يطلع وابتدي بعلاج الأثار ولسه عم بيطلع لي حبوب. بقى أول شيء أنا بشوف إلا للبيشنت لازم تكوني صبورة. أول شيء نحن من حل موضوع الحبوب الأكتف اللي عندك إياها، يا كان بكريمات أو كان مثلا بدك تاخدي حبوب الروكوتان أو اللي هي الأزوتريتينوين لأنه بتحتاجينا، لأنه نوع حبوبك قوية وبتعمل حفر بالوجه. ولما نحن نحل مشكلة الحبوب اللي عم تطلع منشوف نوع الآثار اللي عندك إياها. في بعض الناس عندهم آثار فقط هي عبارة عن تصبغات بنية، ساعتها بدنا نتجه لحل التصبغات بهيدي الآثار، يا أما نعمل مثلا التقشير البارد أو إذا أنت بدك تعملي شيء بالبيت أنواع التقشير، أو نعمل بالعيادة ليزر للتقشير ونخلي البيجمنتيشن تروح. لو أنت كان عندك مثلا الآثار مبيني إنها حفر عميقة بالوجه، بهيدي الحالة نحن فينا نعمل بالعيادة مرة بالشهر تريتمنت، هو عبارة عن كومبينيشن، نعمل شيء اسمه قطع ألياف، هيدا كتير مهم وبيعطي نتيجة فعالة. ممكن نحقن مواد محفزة للكولاجين مثل مثلا السكين بوستر، ونعمل ليزر أو راديو فريكونسي كمان مرة بالشهر. بدك تعرفي انه علاج أثار حب الشباب هو علاج طويل، مش سحر، مش مرة مرتين، بدك تقريبا تعالجي الموضوع يمكن لنص سنة، يعني 6 مرات 6 شهور تجي على العيادة، وكل جلسة حسب انت نوع وجهك، حسب انت تفاعل بشرتك وديش هي حساسة مع العلاج، كل مرة بيتحسن، يمكن مرة بتتحسني 20%، مرة بس 10%، مرة 30%، منشوف شو العلاج يفادك أكتر شيء وبنرجع منعيده، وكل مرة عندك الجلد بتتحسن. اوكي، هيدا بالنسبه لموضوع حب الشباب. اذا انت حابه تعملي شيء هلا بالبيت والعيادات مش مفتوحه، طبعا فيك ترسلي لي صوره على الدايركت، انا بشوف شو نوع اللي عندك. اذا كان تصبغات فيني اوصف لك كريم حق التصبغات، في جديد كمان وصلني انتي سبوت تريتمنت لكل اثار حب الشباب اللي هي بتكون تصبغات موجوده او بالظهر او بالايدين، كريم انت بتستعمليه بالبيت بيحسن لك الحاله. اوكي، خليني نشوف حد المسامات اللي اوريدي عن المسامات فيك تستعمل. دكتور لو سمحت الفيتامين سي للوجه يبتدي كل يوم بالليل بدون ديرما، ممكن تستعملي اذا عندك فيتامين سي تستعملي للوجه كل يوم بالليل لمده مثلا 6 اسابيع اذا انت مش حابه تستعملي الديرما رولر. اذا حابه انه يعطيك نتيجه اقوى ممكن بالاضافه الى استعماله كل يوم ليليا انك مره بالاسبوع فقط تستعملي الديرما رولر على أساس أنه يدخل أكثر، وتستعملي قناع الماسك اللي فيه فيتامين سي. فلر تحت عيوني مرتين أحس بالفرق أول شهر بس بعدين ترجع الهيئات والحفرة نفس قبل. أوكي، هلو فارو ديرما، هلو سالم. بالنسبة لموضوع العين، يعني إذا أنت حطيتي فلر تحت عيونك ما في فلر بيختفي بعد شهر، انت يمكن تعودتي على شكلك الجديد لانه خاصة منطقة تحت العين الدورة الدموية فيها كتير ضعيفة. عادة الفيلر اللي هو ممكن يضل بمنطقة الشفة 4 أو 5 شهور من لقيه بمنطقة تحت العين بيضل لفترة سنة وسنة ونص، والبيشنس اللي بنحقنه الفيلر تحت العين غلط كمان عنا مشكلة انه يدوب بسرعة لانه هيدي المنطقة مثل ما قلت الفيلر بيضل فيها بفترة طويلة. بقى مش معقول انك انت تكوني حقنتي فيلر ويروح بعد شهر، بدك تطلعي على صورك القديمة قبل الحقن وتقارنيها بالصور الجديدة أكيد حتشوفي فرق. تاني شيء ممكن أنت المشكلة اللي عندك إياها ما كانت مشكلة حفر بس موجودة، نفس منطقة تحت العين فيها تصبغات وهي هيدي التصبغات اللي مضايقتك، ساعتها أنت بدك تشوفي علاج للتصبغات إنه مثلا ينعمل لك ميزوثيرابي أو تستعملي كريمات خاصة بمنطقة تحت العين اللي بتفتح الجلدة، لأنه مثل ما قلنا هو عبارة عن كومبلكس مع بعض الجلدة وما تحت الجلدة. أوكي؟ انا عندي ضربه على عيني يا حرام مسكينه، كيف صاحبتك هيك ضربتك؟ هيدي قويه صاحبتك كتير ساره، نزل الجفن قليل، هل بنشط بالخيوط؟ اكيد لازم شوفك طبعا، ممكن اذا عندك انت ندبه هون او موجوده بدنا نقيم الحاله. اذا انت عندك فرق بين الحاجبين نحن ممكن، انا هيدا عملته ببعض الحالات، انه نقدر نشد جفن اكثر من الثاني، يعني اذا في فرق بالجفون يا اما اول شيء بنحاول نعدلهم عن طريق البوتوكس. البوتوكس ممكن احيانا
الفلام بطريقة سريعة وخفيفة وما له داون تايم، يعني أسهل وأخف تكلفة لإلك. بس لو حسيت إنه موضوع الجفون عندك لا بده عن جد شد لأنه فرق مبين والبوتوكس ما يكفي، ساعتها نحنا ممكن إنه بس نشد جفن واحد لفوق أو حاجب واحد على أساس يصير عنا اعتدال بين الجهتين. وهيدا بنقدر نعملهم بالبيشنتس اللي عندهم مثلا العصب السابع الفيشل بالسي، هيدا لما يكون في التهاب أو أي شيء لا سمح الله أدى إنه يصير في اختلاف بين الجهتين بالعصب السابع، نحنا بنقدر بالخيوط إنه نشد جهة واحدة بس مشان نعطي سيمتري بالوجع على أساس البيشنت نفسيتها ترتاح أكثر، ونحاول نعطيها الشكل اللائق بين اليمين واليسار. أوكي شكرا لكم كتير. خلاص إن شاء الله بعتقد إنه يعني في بعض الأمور طبعا عم تسألوني عنها أنا بحاول إنه جاوبكم عليها بطريقة عامة، بس بالآخر الاستشارة لما أشوفكم أنا طبعا الوضع بيختلف، ما فيني أعطيكم حل هلأ بس على الكتابة لأنه التقييم للدكتور أحيانا بيكون غير تقييمكم أنتو. بقى ممكن إنكم إن شاء الله بنفتح العيادات قريبا بتعمل موعد استشارة ونحكي عن كل الأمور. إذا شيء يعني حابين ترسلوا لي صورة وأنا قدرت بالصورة، لأنه كمان مش دايما الصورة بتكون واضحة، شوف المشكلة لكم نصيحتي فيها، فيكم تبعتوا لي صور على الدايركت. أهلا فيك يا حبيبتي. أوكي لو سمحتي ديرما بين ممكن نستعمله بالبيت؟ ما في مشكلة طبعا. الديرما مش الديرما بين، الديرما رولر. الديرما رولر هو شبيه بالديرما بين، بس خليني أشوف يمكن أنا فرجيته قبل بمرة إذا هون عندي موجود. الديرما رولر هفرجيكي إياه بس هون موجود معي. هيدا مش بين، هو عبارة عن هيك بتمسكيها وقطعة بإيدك ولما نقربها على الكاميرا إلى نطوقات صغيرة وفيك تمشيها على وجهك. في فيديو إذا بتدخلي فيه عندي على الانستغرام أنا شارحة عن الديرما رولر بالتفصيل. الديرما رولر طبعا فيك تستعمليه حسب عمقه، كل ما الديرما رولر كان أعمق بالوجه كل ما كان الوجع فيه شوي أكتر، وكل ما كان ممكن ينزل دم أكتر. مشان هيك أنا بفضل بالبيت مشان تتحملي العلاج وتستفيدي منه وتقدر تزيدي كذا مرة وتعملي، أنه أنا اخترت مثلا 0.5 0.5، هيدا هو عبارة عن عمق مدروس تقدر تستعمليه بالبيت بدون ما يكون عندك أي complication. وبعدين بتحطي السيرومز اللي بدك تستعمليها، الفيتامين سي الهيلورونيك أسيد أو الماسك اللي بدك إياه، بيعطي نتيجة شد قوية وبتحسي بالفرق بوجهك. أوكي الفرق بين ديرما بين وديرما، مثل ما قلت الديرما رولر هو هيدا مش بالكهرباء. الديرما بين يستعمل بالعيادة، هو موصول عبارة عن جهاز موصول بالكهرباء، والنيرس أو الأسيستنت أو الدكتور اللي بيعمله بالعيادة بيقدر يعمله لعمق أكتر بوجهك. بنحط لك كريم تخدير وممكن ننزل لعمق 2 ملي إذا عندك مثلا آثار عميقة لحب الشباب، الديرما رولر ما حيكفيكي، بقى بدك شيء أعمق لجوه اللي هو بنسميه الفامباير ليفت أو هو عبارة عن شد مصاصين الدماء. هيدا لما نحن ندخل أعمق بالديرما رولر، عرفتي؟ بالديرما بين. بقى بالعيادة ديرما بين، هلأ ما زال ما في عيادات وحابين نستفيد من الوقت ونعمل شيء علاج، أنت وعم تتفرجي على التلفزيون عادي على المسلسل تمسكي الديرما رولر وتستعمليه على وجهك بفيدك. أوكي طيب حل حفر للوجه حكينا عن الموضوع، فيك تسمعي هلأ بالفيد إذا بدك لما تدخلي، أنا حخلي اللايف ل 24 ساعة فيك ترجع تسمعي، حكيت بالتفصيل عن موضوع حل الحفر إذا بدك بالبيت أو بالعيادة كمان. بعتقد أنا هلأ جاوبتكم عن كل الأسئلة بعتقد إن شاء الله تقريبا. مثل ما قلت قبل طبعا للأسف خديجة بطلت معنا انقطع معها كذا مرة، شكرا كتير إنه هي استضافتني أكتشلي عند اليوم، شكرا كتير خديجة. حلقة كانت مثل ما أنا حاسة كتير ممتعة وكتير إجينا أسئلة والموضوع كان interesting للجميع. طبعا اللي كتير سألوني عن موضوع الخيوط بحب لكم إنه إن شاء الله يوم الأربعاء في حلقة كتير مميزة هعملها أنا مع زوجي الدكتور أيمن عن موضوع شد الوجه بالخيوط. حضروا كل الأسئلة اللي عندكم إياها، الأسئلة الصعبة والأسئلة المستحيلة وكل شيء بيخطر على بالكم عن موضوع الخيوط وشد الوجه، لأنه حيكون كتير interesting session حنعملها أنا وياه مع بعض، نشرح لكم كل شيء بتحبوا تعرفوه عن الشد بالخيوط، أنواعها، طريقتها. إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 11 بالليل، حسيت إنه كل ما تأخر الوقت كل ما دخلوا متابعين أكتر، فحنعملها 11 بالليل حنعلن عنها كمان.
حنشرح فيها حتكون كتير ممتعة. واليوم شكرا لكل أسئلتكم، لكل اللي فاتوا معي باللايف وسألتوني كتير، انبسطت أنا كتير فيكم. وأي شيء ما جاوبنا عليه بعتولي، ممكن نرجع نعمل حلقة تانية. ورمضان كريم، وإن شاء الله كل عيد وأنتم بخير، وإن شاء الله أشوفكم عن جد قريب بالعيادة، لأنه أنا كتير كتير اشتقت لكم. Thanks a lot for everyone and see you soon. Bye bye. بديل ولا مثلا الستات اللي بيحبوا انه يعملوا ماسك، يعني فينا أوكي. نعمل ماسك فيتامين سي للوجه. انا حضرت هون اللي مثلا بتحب الشيء يعني شوفي عصير ليمون، هيدا الليمون في فيتامين اوكي، هيدا كل حدا موجود عند كل حدا بالبيت، حتى لا تسي الامكانيات ضعيفه ما بتقدر او مثلا يعني بادجت تروح تجيب سيروم او كذا، عصير ليمون بتحطيه بس مشان ما يحرق لك وجهك اوكي، بتخلطي مع شويه عسل او سكر اوكي اوكي. بقى انت لما بيصير مثل ماسك عندك اياه، هيدا الماسك انت بتحطيه على وجهك وبتخليه ربع ساعه تقريبا، انت حتعطي بشرتك فيتامين سي المحتاجه، وحتحسي بعد انه حيأشر بطريقه خفيفه يعني يعطيكي نضاره ويعطيكي بيل. سو هيدا الموضوع انه انا مثلا بالبيت شو فيني اعمل، فينا نعمل ماسكات يعني يعني انا هلا بس وات ذا افكت اوكي، وات ذا افكت كومبيرد تو ذا كيميكال وانز، يعني از ذس بيعود ولا how deep is the effect؟ yeah the effect مثلا اذا بدنا نقول فيتامين سي هيك، ولا مثلا انا عندي ديرما رولر مع فيتامين سي سيروم okay. اكيد الديرما رولر with the vitamin C serum is more effective okay, okay. ليه؟ لانه انا with the derma roller as I explained before، بدل ما انا مثلا ماسك بس حطه على وجهي بيمتصه الجزء الخارجي، انا الديرما رولر الى اسنان يعني شوفي أوكي. يعني انا أوكي. بعمل جروح صغيره بالوجه، هيدي الجروح اول شيء نفسها انه انت تجرح الوجه بطريقه مدروسه it stimulates the collagen، وساعتها لما انا احط الفيتامين سي اللي هو هاي كونسنتريتد بموليكولز مخلوطه بطريقه معينه it will go deeper and target more my collagen and what I need than خلطه البيت. بس مش معناته انه خلطه البيت هي ما لها فايده وحلوه، هي حلوه أوكي. وتعطيكي انتعاش وسهلة موجودة عندك، بس هيدا مثلا الجلد الدهنية، جلده دهنية احنا دايما من قبل ما ينام لازم يمسح وجهه، يستعمل تونر، يشيل الميك اب. مثلا انا بالبيت بستعمل البيوديرما كمان موجود باي صيدلية اتس فور سنسيتيف سكين، سهل كتير استعمله قبل ما نام دايما، لانه مهم انه انت تشيلي كل الميك اب من وجهك قبل ما تنامي مشان المسامات والبورز والجلد النظيف بتمسحي فيه. فينا طيب. بديل عنه يلي بتحب مثلاً ما بدك تشتري بيوديرما it's expensive، فيكي أنت مثلاً شوفي عنا مية الورد كمان أوكي. موجودة بأغلب البيوت، ستات البيوت عندها إياها بالمطبخ، مية الورد فيكي أنت بنفس الشيء قبل ما تنامي تمسحي فيها نفس الطريقة، ريحتها حلوة وبتنظف لك وجهك كمان، بتزيل الدهون يمكن بطريقة شوي أقل but it doesn't matter، بس you have it at home it's cheap it smells nice وفيك تستعمليها كمان لوجهك. سو هيدي النقطة أو مثلا يعني you can use it حلوة وريحتها حلوة ريحتها حلوة وبتخفف البرودكشن من الزيوت كمان. سو إذا أنت ما عندك إمكانيات تانية أو إذا أنت بتحبي في بيحبوا عن جد إنه بتحس لا طب خلص عندي شوية أفوكادو استويت كتير ما بدي بقدمت يعني فيها فيتامين مثلا المانجا فيها فيتامين A كتير في الواحد كمان يقص مانجا ويحطها على وجهه وكذا، او فيكي انت مثلا تجيبي امبول فيتامين اي يلي عندها مسامات واسعه يلي بدها مثلا حب الشباب يروح، هيدول بالديرما رولر يعني انت شفتي هلا نحن مع بعض لو نحن كنا مقصين وحدنا وانت وكل وحده مسكت الديرما رولر وعملتي من فوق لتحت وحطيتي اللي how many minutes do you do it the derma roller for how long for all the It doesn't matter how many minutes. Let's say you go each area 2-3 passes. يعني مثلا okay. تمسكيها من فوق لتحت هيك 1 2 3 4 وبترجع بتعمليها هيك 1 2 3 4 If you okay. can tolerate you can do this 2 times. هلا في okay. إلى هي يسات 0.5 ل1 ل1.5 أنا for the house use I choose 0.5. It's really nice. And it's not magic from one time, but you will feel it when you use it once a week. Yeah. مثلا تحطي لها سيروم فيتامين سي، اوكي؟ او بسيروم هيلورونيك اسيد، لانه هيلورونيك اسيد بيعطينا ترطيب، او مثلا فيتامين اي اذا انت عندك مثلا
let's say شوي حفر بوجهك، عندك يعني آثار بدك شوي تفتحي، في كمان whitening solutions ممكن تحطيهم معه. So انت you target the problem you have in your skin in an intensive way. بس مثل ما قلنا احنا الماسكات هي بالآخر مثل دلع، يعني انت مثلا عم تتفرجي على مسلسل وقاعدة حطيتي أفوكادو على وجهك، بعوضك مثلا مثل ما قلنا I think الأفوكادو فيه فيتامين إي كمان عالي وفيتامين يس حتى في أوميجا 3 هو كتير مهم لترطيب definitely you can do this at home it is good better than doing nothing. يعني if you don't take care of your skin how often do you put هلا كل يومين بشوف حدا حاطط على الانستغرام facial mask. How often do we put a facial mask at home? I would say like, once a week is enough. يعني maximum if you have really very dry skin وبدك تعملي لها hydration. لأنه the facial mask ما بيعوضك عن daily care. يعني daily care. بسألكم تحت كلمة نضارة شو بالنسبة لكم شو بتعني كلمة نضارة؟ إذا هلأ بدكم تكتبوا لي كلمة نضارة عرفوا لي إياها. كلمة نضارة هي كلمة سهلة لما بنسمعها، بس لما نيجي نعرفها تعريفها مش كتير سهل. يعني في ناس بتقول إن بشرة نضرة إنه ما يكون فيها تجاعيد، في ناس بتعرف نضارة البشرة إنه مثلا البشرة يكون فيها ما فيها بقع، في ناس بتقول إنه بشرة مثلا مثل بشرة تكون ناعمة. كتير من البيشنت بيجوا على العيادة وبدهم دكتورة بدي بشرتي فيها نضارة. طبعا نحن كلنا بنحب نطلع من البيت بدون ميك اب، هيدا هو الهدف اللي نحن بنحب نتوصل له، انه الواحد ما يحط طبقه سميكه من الميك اب على وجهه، انه نحن نقدر نغطي بدل ما نحن نغطي المسامات بالميك اب، انه بشرتنا تكون نضره بهيدي الطريقه. يعني البشره النضره شو بيكون هي مميزاتها؟ بتكون اول شيء مثل بشره البيبي، البيبي اول ما بيخلق كيف بتشوفوا بشرته؟ بتشوفوا انه عنده الوجه طبعا ممتلئ، وانه البشره عنده ناعمه، ما عنده تصبغات بالوجه، صحيح؟ وبنفس الوقت ملمسها حلو ناعم، نفس الوقت ما عنده مسامات، الجلد بتكون مشدوده، ما فيها مسامات، وما فيها تجاعيد، وشكلها صحي، يعني الطفل شكله وردي، شكله صحي، ما في عليه علامات الارهاق، ما في عليه علامات التعب، ما في علامات الكبر، هيدول كلهم لما نحن بنجمعهم مع بعضهم بيعطينا معنى كلمه النضاره. بقى أنا هيدي هي اللي احنا بنحب نتوصل لها. أنا بحب أقول بشكل عام إنه للأسف المفهوم إنه أنا وجهي يصير مثل فلتر السناب هو مفهوم مش مظبوط، لأنه بالآخر مهما أنا عملت تريتمنت نحن بالآخر ما فينا نتوصل، ولا أنا فيني أوعدكم إنه تعوا لعندي على العيادة وأنا هعملكم تريتمنت حيصير وجهكم فيه مثل فلتر السناب، لأنه فلتر السناب هو فلتر مش طبيعي. يعني بالاخر نحن بنحب نحافظ على نضاره البشره ونوصل لها، بس بالاخر اكيد نحن جسمنا ووجهنا ما حيصير، يعني ما في تريتمنت، وما تسمعوا لاي اعلانات ودعايات ولا اي كريمات موجوده، ما في شيء سحر بالاخر، ما في شيء حيوصلكم لفلتر السناب انه تطلعوا انتم من الميك اب من البيت بدون ميك اب ويكون وجهكم هالقد مشدود وهالقد نضر وما في ولا نقطه بيجمنتيشن ولا في نقطه تجاعيد، لانه ما بنقدر نوصل لهالنتيجه عن طريق تريتمنت ولا عن طريق كريم سحري ولا عن طريق جميع الامور اللي نحن حنحقنها بالوجه. اوكي هلا حاب اليوم احكيكم انا كاخصائيه جلديه عن تريتمنت بيهتم بنضاره ورونق البشره. نحن مش بس كدكاتره بنهتم بتعبئه التجاعيد واخفائها بالبوتوكس او الفيلر او مثل ما انا بتعرفوا بشد الوجه او الرقبه والخيوط، انما انا هلا حابه لكم بفصل الصيف خاصه بعد ما مر شهر رمضان الكريم، الواحد فقد سوائل، البشره فقدت شوي من الرونق اللي عندها، بقى في تريتمنت هو عباره عن حقن ابر خفيفه اسمها سكين بوسترز، تحتوي على ماده الهيلورونيك اسيد اللي نحن بنقوم بتوزيعها على الوجه، الرقبه، ممكن على الايدين كمان، ممكن منطقه الديكولتاج، تعطينا رونق ونضاره، الواحد بجدد خلايا الجلد، بحفز فيها بناء ماده الكولاجين، وبصير الواحد بدون ميك اب بيطلع بطريقه طبيعيه حلوه هلا بالصيف، فهيدا التريتمنت بنصحكم فيه وهلا عليه اوفر حلو كثير. لما نحن بنكبر بالعمر بصير عندنا شغلتين، اول شيء كميه الدهون الموجوده بوجهنا بتخف، يعني الفوليوم الحجم الموجود بالوجه الصغير بخف،
بصير مشان هيك ببلش يصير عندنا الترهل، بنحس انه الوجه ضعف باغلب الاحيان. والشيء الثاني انه نحن مع الجاذبيه الارضيه كمان كل التشوز اللي بالوجه والانسجه مع الجلد ببلش ينزل. عاده الفيكتور اللي بينزل فيه هو الفيكتور هيك بينزل لتحت، يعني الخد انا حشوف على البروفايل بدل ما هو الخد واقف هيك مع الوقت بينزل هيك لتحت بيضغط لهون. شو بصير عنا؟ بصير عنا مثل ما شايفين هون مثلا بنسميها خط الابتسامه، لما الخد عندي بيضغط لتحت بصير عندي نازله بيرفض، شايفين هيدا كله خط الابتسامه اللي ما حدا بيحبه. نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل هيك صح. لو انا جيت على الجزء السفلي من الوجه هون عندنا شيء على طرف التم اسمه خط الحزن، طبعا نحن كلنا بدنا وجهنا يكون هيك مشدود، لكن مع العمر مع الجاذبيه الارضيه كل شيء بينزل لتحت. سو انا شد وجهي هيك لتحت مثل ما شايفين الساجنس باللور فيس بيعطينا الماريونيت لاين بتبين اكثر ويصير عندنا خط الحزن. حتى هون لما نحن بنشوف الفك في منطقه هون اللي هي بتجي بالضبط ورا ليجامنت مانديبل ليجامنت هون بنسميها التجاوز، كمان لما هيدي المنطقه بتترهل بصير عندنا شيء هون اسمه تجاوز. اوكي سو هيدول ثلاث اشياء هن لما الواحد بيشوفهم بتبين علامات الكبر بالوجه. نحنا بدنا علامات الكبر هيدي تزول وبدنا وجهنا يكون مشدود هيك. اوكي هي اكثر حركه نحنا بنشوفها بالعياده، والكل بيعرف انه انا والدكتور ايمن كثير بنحب نعمل خيوط، وباغلب الاحيان البيشنتس اللي عندهم ترهل كثير قوي يعني كثير هبوط بالوجه وعمرهم مناسب نحنا بننصحهم، لانه اضبط شيء بيقدر انه يعملنا هالحركه هو الشد بالخيوط بدون ما نعطي اي فوليوم بالوجه. بس في بعض الاحيان مش كل البيشنتس بدهم خيوط، مش كل البيشنتس بحبوا يعمل لهم خيوط، في بعض البيشنتس يمكن عندهم بياخذوا اسبرين مسيل للدم ما بنقدر نعمل لهم خيوط، او بخافوا او عندهم وضع صحي بيمنع انه نركب لهم خيوط، او عمرهم بتلاقيها بيشنت بعدها صغيره كمان مش مستعده تعمل خيوط حب شويه لفتين. نحن نقدر باستعمال الفيلرز هدول كلهم هيلورونيك اسيد انه نعمل ليفتنج للوجه او ليفتنج لللور فيس والرقبه بدون ما نستعمل لا جراحه ولا خيوط. هيدا الشيء بيقرره الدكتور، مشان هيك انا بدي اقول انه اهم شيء لما انتم بدكم تروحوا عند الدكتور انه اول شيء بنعمل كونسلتيشن. الكونسلتيشن كثير مهمه مشان نحن نعمل تريتمنت بلان لكم شو بتحتاجوا. يعني انه بدي فرجيكم طريقة استعمال الديرما بين بالبيت، انا شرحت عنه كذا مرة بس اليوم هاعمل التريتمنت لإلي، هاحط بعض سيرو، هاعملكم الخطوات واحدة واحدة. اول خطوة هي انه انتو تزيلوا الميك اب عن وشكم، بقى انا هلأ عن طريق قطنتين مثل ما شايفين هحاول انه شيل كل الميك اب عن وجهي مشان الوجه يكون نظيف، كمان بعقمه بعدها مشان ما يصير عنا اي انفكشن ما يضل اي شوائب على الوجه قبل ما نزل. نظفنا الوجه وعقمناه. طبعا انا هلا بالبيت ما حاستعمل جلوفز بايدي، انتم قبل ما تعملوا هذا الاجراء بتغسلوا ايديكم منيح وبتطهروها، لو عندكم الكحول او في الالكحول بادز كمان بتطهروا فيهم ايديكم وكمان وجهكم مشان ما يصير عندنا اي انفكشن. اوكي انا حاستعمل هلا الديرما رولر اللي هي 0.5 مثل ما شرحت سابقا، هيدي للوجه العمق تبعها منيح لانه ما بتطلع دم ما بتفوت كثير عميق ما بتكون بتالم كثير، بس بنفس الوقت تستفيدوا من كل السيرمز انه يفوتوا للطبقات السفليه من الجلد. اذا بدكم تعملوا حوالين العين ساعتها بدكم ديرما رولر ثاني يكون 0.2 لانه 0.5 لمنطقه تحت العين الحساسه شوي بتالم وممكن تعملكم ورم اكثر من اللازم. هيدا الديرما رولر بوجهي، انتم بتختاروا الجهه بالوجه بدكم تبلشوا فيها، بإيدكم الثانية تمسكوا مثلا الخد هيك لفوق وتبلشوا تعملوا الموفمنت، دايما حاولوا من جوا لبرا من جوا لبرا هيك، شايفين كيف موفمنت سهلة قدام المراية فيكم تعملوها، خطوط حد بعضها طبعا تضغطوا شوي على الجلد مشان النتوءات بالديرما رولر يفوتوا شوي لجلدتكم أكثر. طبعا مثل ما قلت فيكم تكملوا الرقبة. اوكي انا بفضل كمان نعمل خطوط كمان بالاتجاه عمودي عليها يكون كمان لفوق مشان اذا كان في مناطق نحنا ما طلعنا عليها بالصدفة انه كله ينعمل. اوكي هلا عملت one pass بالعرض وبالطول، حارجع عيد نفس الشيء، ارجع نعمل واحد
حدو اثنين حدو ثلاثة. على فكرة أنا مش طبعاً مش حاطة أي كريم تخدير نحن بالبيت، وهذا الإجراء ما بيقلم يعني شوي خفيف كتير، بس أكيد الكل منكم حيتحمله. بعدين نرجع نعمل من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق. المناطق اللي فيها مثلاً تجاعيد أعمق بالوجه مثل خط الابتسامة أو عندي مارينيت لاين، هيدول فينا شوي نركز عليهم أكتر على أساس السيرومز، المواد اللي بدنا نحطها إذا كانت فيتامين سي هيلورونيك أسيد تفوت شوي ديبر، وهيدي المنطقة شوي تعطي شكل امتلاء وتتحسن فيها التجاعيد. يعني مثلاً أنا هون عمل هيك، هيدا خط الابتسامة بطلع عليه مرتين ثلاثة. أوكي ممكن هيك. هلا بكون هيك خلصت الخد الكامل مع هاي المنطقة. شوفوا في شوية احمرار خفيف يمكن مبين، بس ما في ابدا لا دم طلع ولا اي يعني ورم كتير، وتاني يوم عادة بيكون راح. هلا بعمل الجهة التانية كمان. سبيشال فيتامين سي ماسك، طبعا انتم حسب شو المشاكل عندكم اياها، فيكم تستعملوا كمان ماسك بيعمل هايدريشن مع هيلورونيك اسيد، فيكم تستعملوا ماسك مثل ما قلت، في ماسك بيعطي مثل بوتوكس افكت، في ماده بيبتايد معين بخلي الوجه شوي انه التجاعيد الموجوده فيه تخف، خاصه اذا عندكم مناسبه معينه. انا هلا لانه رايح على دايركشن البيجمنتيشن فحاستعمل الفيتامين سي ماسك، لانه هو بيعمل موتيفيشن وستيموليشن للكولاجين، وبنفس الوقت بيعمل كمان وايتنينج. مثل ما امبارح بالحلقه قلت، هيدي الطريقه او الطريقه تبع ستات البيوت او الطب القديم انكم تستعملوا عصير الليمون مع العسل او مع السكر تخلطوه وتحطوه على وشكم، كمان بيعطيكم مفعول حلو. ما بيحرق ابدا، بالعكس بيعطيكم هيك شعور حلو بالترطيب. هلا حخليه تقريبا نص ساعه على وجهي، وبعدين ما بنغسله لانه نحن بدنا كل هالفيتامينز وكل هالسيرومز انه نضلوا بالوجه، بقى ما تغسلوا وجهكم بعدها، بالعكس اتركوه. فيكم بعدين تحطوا ترطيب عادي او مثلا فيتامين سي عندكم السيرومز استعمال يومي، او هيلورونيك اسيد سيروم كمان بتستعملوه يوميا. وهيدا الاجراء بالديرما رولر بتستعملوه بس مره بالاسبوع. هلا انا بعد ما خلصت ديرما رولر بقوم بحطه بكبايه مع مي، هلا بفرجيكم كيف، بس مشان يتنظف، وبعدين بنبخه ومنطهره مشان تستعملوه مره ثانيه. طبعا هيدا الديرما رولر بس لكم انتم، يعني هيدا بس لي انا، ما بعطيه لاختي ولا بخلي جوزي يستعمله ولا بخلي حدا يستعمله، لانه ساعتها ممكن يسبب لا سمح الله انفكشن، التهابات تنتقل او عدوى او اي شيء. بقى هيدا لكم انتم، بتسكروه بعد ما تعقموه، وبعد اسبوع بترجعوا بتفتحوه وبتستعملوه لكم انتم بس، بترجعوا بتعقموه وهكذا. افضل للشد الهايفو ام الخيوط؟ كثير منكم هلا سالوني هيدا السؤال. طبعا هيدا بيعتمد على عمر المريضه وعلى شكل وجهها وكبره والترهل الموجود فيه. إذا البيشنت بعدها صغيرة بالعمر وعندها ترهل خفيف بس بالجو لاين، بطل محدد، أو مثلا الخدود نتفي نزلت، النازوليبيول فولت بلش يبين، أو الرقبة فيها شوية لاكسيتي، بنقدر نعمل لها الهايفو، لأنه إجراء بالآخر نون انفيزيف، ما في ألم، ما في ورم، ما في داون تايم، بيعطي نتيجة حلوة وطبيعية، طبعا بتضلها تتحسن لمدة 3-4 شهور. إذا البيشنت مبين عندها الترهل واضح، يعني في ساجنس قوي، الجاولز نازلين، الرقبة نازلة، الخدود كمان كتير نازلة، هيدي البيشنت بيكون بدأ إجراء أقوى من الهايفو. ساعتها نحنا بننصحها أنه تعمل خيوط الأبتوس، لأنه بتعطي نتيجة فعالة وحلوة بتضلها لمدة سنتين. وأنا بعض البيشنت بنصحهم كمان يعملوا الهايفو تحضير قبل الخيوط مشان النتيجة تكون أطول. امبارح نزلت بوست عن حقن اليدين بمادة الفيلرز. طبعا نحن كلنا بنهتم بنضارة الوجه بشده وبصغر عمره، وللاسف بننسى الرقبه والايد، والايد هي بالاخر اللي بتظهر وبتفضح عمر المراه. مشان هيك انا كثير بحفظ على عياج اليدين والمحافظه عليهم. شو بصير مع الكبر؟
ومع الوقت بصير عندنا تصبغات بيجمنتيشن على الايدين بسبب اشعه الشمس، كمان بصير اتروفي يعني الدهون الذاتيه الموجوده بالايد بتخف وبتقل، هيدا بيظهر العروق والاربطه الموجوده وبصير عندنا تجاعيد والرونق بخف. بنقدر نحن نعمل علاج ليزر ريفراكشن مثلا لازاله التصبغات، او حقن اليدين بماده الكالسيوم هيدروكسي ابيوتات هي الليزر اللي بتغطي العروق وبتحفز الكولاجين، او حقن البروفايلو والسكين بوسترز اللي هن اللي بيعطونا شد ونضاره بنفس الوقت. شوفكم.